جاء شهر رمضان الفضيل، وجاءت معه الأزمات التي يشهدها وادي حضرموت، والتي فاقمت من معاناة المواطنين وتردي الأوضاع الاقتصادية. تعاني مناطقنا من تردي خدمات مثل الكهرباء وبعض الخدمات، بالذات الكهرباء التي يعاني منها الكثير، وغلاء المعيشة التي يعاني منها المواطن. يعني تتوقع أن كيس الرز يصل إلى 25,000، يعني معاناة كبيرة يعانيها أبناء حضرموت وأبناء اليمن بشكل عام. الوضع الحالي الذي نعيش فيه في يمننا الحالي وفي مدينة سيون محافظة حضرموت الوادي والصحراء، ونسأل من الله ومن أولياء الأمر ومسؤولين الدولة بتخفيف الأسعار والمواد النفطية وجميع وسائل النقل. تتجدد معاناة المواطنين جراء اختلاق مشكلة انعدام المشتقات النفطية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في ظل صيف ساخن تشهده مناطق وادي وصحراء حضرموت، على الرغم من تكرار وعود السلطات بصيف بارد بعد افتتاح المحطة الغازية في إبريل المنصرم. محافظة حضرموت في موسم طبعا الآن الحرب يزداد الحرب، الآن المواطن يعاني معاناة شديدة، يعني الآن المشتقات النفطية حتى غير متوفرة إلا بشكل ضئيل للأسف الشديد. ونحن ندعو كل من له علاقة بأبناء المحافظة أن يتق الله في المواطنين، فهم يعانون معاناة شديدة. فلا يستطيع المواطنون البسطاء ولا الموظفون توفير متطلبات أسرهم الضرورية جراء الغلاء الفاحش وبقاء رواتبهم ثابتة دون زيادة وسط تدهور للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. في كل عام ومع مناسبة شهر رمضان الفضيل تشتد الأزمة أكثر على المواطنين في وادي حضرموت بسبب أزمة الخانقة التي تشهدها البلاد، خصوصا في الجانب الاقتصادي وتردي الكثير من الخدمات. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.